أهلين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. رح أتكلم عن فنان سوري ولد بمدينة حلب بشمال سوريا. تعلم الرسم وعمره 8 سنوات، وقبل ما ينهي البكالوريا فتح له معرض وكان عن جد ناجح، والتحق بجامعة الحقوق بدمشق فما عجب الوضع وقرر إنه يطلع منها. بعد مرور سنة حصلت له فرصة إنه يكمل دراسة الرسم في إيطاليا. بعد ما خلص دراسة فتح المعرض الثاني والثالث، كان صدمة له. اجت شوية انتقادات وبينت عليه أثار الكآبة النفسية، فقرر أنه يرجع لدمشق ويعرض لوحاته بمعرض أحسن. انتكاسة. للأسف أنه ما حدا وقف انتقادات لغاية ما شاء لوحاته ورجعت له الكآبة النفسية، وقرر وقتها أنه خلاص ما عاد بده يطلع من البيت. حاول أنه يرجع للرسم من جديد وصار فاتح له كذا معرض. رجعت له الكآبة أقوى من قبل بعد ما توفى أبوه. حاول أنه يحارب شعور الكآبة الحادة اللي بجواته، لكن مات بتخته محترق أثر سيجارة نسيت فيها. هو لؤي كيالي. مع السلامة.